مشاهدينا إلى موضوعنا الثاني لنهار اليوم. بعد طول انتظار، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تودع مشروع تعديل القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع البالغ عددهم 20,000 موظف تقريبا إيداعه إذن من أجل مناقشته والمصادقة عليه. طبعا كما قلت، هذا المشروع على طاولة المديرية العامة للوظيفة العمومية. لقي المشروع إذن ترحيبا كبيرا من قبل العمال والنقابيين، و منهم المجلس الوطني المستقل للأئمة الذي رحب بالقرار الذي طال انتظاره وحرم وفقها العديد من الموظفين الحاملين لشهادات عليا من الترقية وأيضا تحسين الأجور. كذلك أيضا يأتي مشروع هذا القانون الخاص بموظفي الشؤون الدينية لنيل بعض المكاسب كذلك المتعلقة بحماية الإمام، وسط مطالب أيضا برفع وتحسين أجور عمال هذا القطاع خاصة الأئمة، حتى يتمكن المسجد ويتمكن الإمام من أداء رسالته ودوره المجتمعي وهو في أريحية. للحديث أكثر مشاهدين حول هذا الموضوع، دعونا نربط الاتصال بالأستاذ جمال غول رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة. مساء الخير وجمعة مباركة أستاذ. مساء الخير والسلام عليكم، جمعة مباركة إن شاء الله لجميع الأمة الجزائرية والأمة المسلمة. وعليكم السلام والرحمة. كيف ترون هذا أو هذه الخطوة أستاذ جمال غول، خاصة وأنه يبدو أنه قد طال انتظار هذا القانون الأساسي؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مشروع تعديل القانون الأساسي لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف هو أحد أهم مطالب نقابة المجلس الوطني المستقل للأئمة بمختلف رتبهم، وقد انتظرناه وانتظره موظفو القطاع منذ أكثر من 10 سنوات، وما أدراك ما 10 سنوات. خضنا معركة مع الوزارة الوصية من أجل فقط إخراجه إلى النور وإيداعه على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية. قدمنا كنقابة مستقلة مشروع كامل فيه جميع الاقتراحات اللي من شأنها أن تسد الاختلالات وتصحح الوضعيات وتجعل الرتب المختلفة في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف تعمل بأريحية للوصول إلى أهدافها ورسالتها. المشروع قدمناه يعني منذ شهور وسابقا إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وفي الأخير كنا مضطرين باش نعلن عن وقفة احتجاجية سلمية أمام وزارة الشؤون الدينية يوم 7 مارس المقبل من أجل الضغط على الوزارة لإخراج هذا القانون إلى النور. وقد فعلت الوزارة من خلال البيان اللي أصدرته البارحة لتعلن فيها عن انتهائها من النسخة النهائية وإيداعها على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية. طيب. طبعا نحن الآن ننتظر إطلاعنا على هذا المشروع وتفاصيله وما تم الاتفاق عليه مسبقا في الاقتراحات التي يجب أن تكون في هذا المشروع. نتمنى أن تكون مقترحاتنا متضمنة داخل هذا المشروع. ما هي لأنها أهم هذه المقترحات أستاذ جمال غول؟ ما هي أهم المقترحات التي تقدمتم بها والتي تنتظرون أن يتضمنها هذا المشروع؟ تفضل. وفي أهم هذه المقترحات اللي ننتظر أنها تكون في المشروع وإن شاء الله تكون أكثر منها، لما لا؟ الأمر الأول وهو استحداث رتب جديدة وإعادة تصنيف الرتب الحالية. على سبيل المثال الآن نريد أن نتكفل بالموظفين تاع قطاع الشؤون الدينية الحاملين لشهادة الماستر وما أكثرهم. اليوم القانون الحالي لا يتكفل بهم، فاقتراحنا أنه يوليوا عندهم تصنيف في الصنف 14. أيضا من الرتب المستقلة اللي حبينا نستحدثوها في قطاع الشؤون الدينية من أجل التكفل بحاملي الدكتوراه وما أكثر حاملي الدكتوراه في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف. القانون الحالي لا يتكفل بهم، مما يؤدي إلى هجرة الكفاءات نحو قطاع التعليم العالي. فاقترحنا رتبة جديدة واسمها إمام باحث ولا مرشدة باحثة لكل الرتب اللي يجيبوا الدكتوراه يرتقي إلى هذه الرتبة. ثم أيضا طلبنا إيجاد ولا اقترحنا إدخال مفردات في الرتب عندها علاقة مع التراث الفقهي الجزائري.
اللي غالبا ما تكون عندها مدلول قوي في المهام، مثل امام خطيب، امام فقيه، امام مفتي، استاذ القراءات، يعني رتب تكون خاصه بقطاع الشؤون الدينيه تراعى فيها المرجعيه الدينيه الوطنيه. ايضا من المقترحات هو فتح الترقيات. عندنا مشكله كبيره، عندنا رتب في قطاع الشؤون الدينيه منذ 40 سنه محرومون من الترقيه. عندنا مؤذنين دخلوا مؤذنين عمرهم ما ترقوا وخرجوا مؤذنين يا عجبه، وكذلك استاذ تعليم قراني. فالان طلبنا فتح الترقيات لجميع الرتب بكل انواع الترقيات، سواء على اساس الشهاده ولا على اساس الامتحان المهني ولا على اساس الاقدميه المكتسبه. ايضا طلبنا تعزيز بعض الاسلاك مثل سلك استاذ تعليم قراني اليوم فيه رتبه واحده، فطلبنا نزيدوا رتب باش نسمحوا لهم بالترقيه الى اعلى في الادوار في المهام وحتى في الاجور باذن الله. ايضا في باب تحديد المهام وتحديد شروط الترقيه والتوظيف، طلبنا ان تقلص بعض شروط التوظيف اللي خلات الناس ما يقدروش يدخلوا الى قطاع الشؤون الدينيه والاوقاف. وطلبنا ايضا ان يكون هناك ترقيه، تكون ترقيه لجميع الرتب، ولكن نبدلوا في نمط الترقيه. الان المعمول به في قطاع التعليم العالي وقطاع التربيه الوطنيه ما كانش ترقيه بالنظام البطيء، كاين السريع والمتوسط، وهذا اللي طلبناه، ان تقتصر الترقيه في الدرجات في قطاعنا على المتوسط وعلى السريع فقط. ثم طلبنا فتح الترقيه للموظفين تاعنا الائمه اللي قراوا في الجامعه بعد توظيفهم وقراوا تخصص ماهوش شريعه اسلاميه ولكن قريب منه، مثل اللغه العربيه، التاريخ، علم النفس، علم الاجتماع، فتفتح لهم الترقيات في مسارهم المهني بهذا التخصص، وان كان ماهوش شريعه ولكن قريب منه، لانه عنده الاصل اللي هو الليسونس يكون في الشريعه ولا تخرج من معهد الشؤون الدينيه والاوقاف. طيب. ايضا من بين المقترحات هو الفصل في التفتيش بين المفتش اللي يفتش التعليم القراني لاهميته وبين المفتش اللي يفتش التوجيه الديني والائمه والخطب والدروس. هذه جمله يعني مختصره للمقترحات اللي طلبناهم. نعم. اللي كلها تعود على القطاع بالايجابيه وبفعاليه. نعم. باذن الله. طيب هذا من الناحيه ربما التنظيميه أستاذ جمال. نعم. غول، كذلك أيضا من بين المطالب التي ينادي بها الأئمة أيضا هي حماية الإمام، خاصة بعد تسجيل كما تعلم ربما حالات اعتداءات خلال السنوات الماضية على الأئمة، وكذلك أيضا حتى تحسين وضعيتهم إضافة للترقية. طبعا ترقية أكيد سيترتب عنها تحسين الوضعية المالية. نعم. بصفة عامة تحسين الظروف المعيشية للإمام ولمعلمي القرآن، تفضل. نعم، حقيقة هو الآن هذا المشروع لما خرج إلى النور بهذه المقترحات إن شاء الله هو يكون فيها إن شاء الله ما هو أحسن وزيادة بإذن الله. تبقى لنا معركة واعتماده، لازم يولي معتمد باش يطبقوه، هذه المعركة الأولى. ثم المعركة حماية الإمام أيضا مهمة جدا، خاصة اليوم إنه ما ولاتش حماية الإمام هي حماية لشخص الإمام، وإنما هي حماية لرسالة الإمام، هي حماية للمرجعية الدينية الوطنية التي نحن نشد عليها ونعمل على أن تثبت، لأنها تمثل حصنا منيعا لكل الضربات الخارجية الفكرية التي تريد أن تشتت وأن تدخل الفوضى في الفتوى في الالتزام بالمقومات والدينية وحتى الوطنية. ولذلك نرى أنه من الأساسات التي ينبغي الاعتناء بها هو تثبيت المرجعية. احنا اقترحنا في القانون الأساسي أنه يضاف إليه ما يعزز هذه المرجعية من خلال تحديد بعض المهام اللي تكون من صميم المرجعية، اللي اليوم كاين بعض الائمه ما يديروهاش وما نقدروش نحاسبوهم عليها لانها ماهيش منصوصه في هذا القانون. هذا من جهه، ومن جهه ثانيه لابد من تقويه هذا الامام بالاطار البشري في المسجد. اليوم كما تعلمون انه هناك ازمه تاع تعطير المساجد، يعني كثير من المساجد ما فيهاش موظف، لا امام ولا قيم ولا مؤذن، فيها مكلف نكلفوه فقط، متطوع مكلف. والمساجد اللي فيها ائمه تجد مسجد قلعه كبيره فيها امام واحد ولا قيم ولا مؤذن، ما يقدرش يواجه
الا يواجه بعض التشنجات ولا بعض الناس اللي يريدون التشويش على المرجعيه وحده. فكلما عززنا الاطار البشري في الجامع، كلما كان فيه مؤثرين بالقدر الكافي، كلما استطعنا ان نسد ثغره في باب تحصين المرجعيه الدينيه. هذا امر مهم جدا وامر نعاني منه الكثير الان احنا في هذه المرحله، خاصه مع ظهور هذا التيار تاع التجريح والذي يعني يجرح الائمه وينفر منهم ويبدعهم، وفي على مرأى من الوزاره الوصيه. فنتمنى ان يؤخذ بعين الاعتبار هذا المشروع، يعتمد ثم يزيد فيه ما يعزز المرجعيه الدينيه، ثم يعزز التعطيل البشري باش يتقوى الاطار البشري في المسجد، ثم بعد ذلك لابد من تعزيز قانون الحمايه الحالي. شكرا جزيلا لك استاذ جمال غول، رئيس المجلس الوطني المستقل للائمه، نرجو ان تكون هذه الفكره قد وصلت. شكرا جزيلا لك استاذ، نشكرك. مشاهدينا نصل إذن إلى ختام هذا الجزء من هذه الفترة الإخبارية، بعد قليل يلقاكم الزميل رضوان مهداوي في الأخبار الرياضية، يلقاكم إن شاء الله عند 8:30. السلام عليكم.